ولازم تنفذيه، وبلاش بقى قرف وخانقه بقى، ده انت مستفزه، ولو ما سكتيش انت عارفه هو ما عامل فيك ايه كويس قوي. انت كل حاجه لا لا لا، مفيش مره توافق على اي مشوار ولا اي مكان اروحه، انا قرفت وزهقت من عيشتك اصلا. بقول لك ايه، شغلانتك دي وصوتك العالي عشان الناس تحت لو سمعت صوتك هديكي قلم هخليكي بصي تنسي نفسك، عشان عيشتك دي انا خلاص ما بقتش طايقه، ومش هتروحي حته ومش هتعملي حاجه، واعلى ما فخرك اركبي. لك ايه، انا عرفت اصلا من حياتي كلها بسببك. بسببي؟ بسببك. مش انا مش هسكت على مد ايدك ليا دي، وحياه امي لو بتسلم ابوك يجي دلوقتي يشوف له حل. عامل ايه يا ولد؟ اخبارك؟ خير يا ولدي؟ ايه اللي حصل؟ مراتك متصله وزعلانه يعني؟ ايه؟ يا ابوي مين اللي قال لك كده يا ابوي؟ انا ما كلمتهاش ولا زعقت لها ولا عملت لها حاجه. انت للاسف بتكذب يا ولد، الكلام ده ما حصلش، باين من عينيك الكلام اللي انت بتقوله ده. ايه يعني؟ لازم تاخد وتدي، لازم تمشي جمهورك، ما تبقاش كده. احنا ما عودناكش على كده ولا ربيتك انا على كده. خلاص بقت كل حاجه عندك الضرب. ايه قلت ده على اخواتك؟ واحده من اخواتك لو اتصلت كده بيك وقالت لك تعالى الحجني هتعمل ايه؟ خلاص بقت ولاد الناس عندنا كده، كل حاجة عندك الضرب والإهانة والشتايم وقلة الأدب. أنا ربيتك على كده؟ أنا مش عارف لك والله، فين الدين وفين الإسلام؟ أنت بتصلي يا ولدي؟ ولا إيه أحوالك أنت؟ قول لي.